بإذن واحد أحد نبدأ وإن شاء الله كل الخير للجميع. طيب برج الجدي. برج الجدي، قبل ما أبدأ معاك القراءة عايز أعرفك إن القراءة بتاعتك غير محددة بميعاد القراءة من أول ما تفتح الفيديو. طيب خلينا نحكي. البعض منكم يا برج الجدي في الوقت الحالي، أنا شايفة إن أنت أصلا موجود دلوقتي في علاقة، ممكن يكون العلاقة في حد من الأهل يعني متدخل فيها، يعني أو في حد من مثلا ممكن يعني معارض من عندك أنت مثلا، يعني معترض على الجواز أو معترض على الارتباط ده من عندك أو من عند أهل الحبيب أو الشريك في الوقت ده. طيب وضعها إيه العلاقة دي؟ طيب عشان العلاقة دي موجودة في الوقت الحالي معاك أصلا، يعني الناس اللي بتكلم عليها مش منتظرة حد يجي في طريقها لأن هي في علاقة أصلا دلوقتي. طيب إيه دلوقتي نظام العلاقة دي؟ عايز أقول لك بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الوضع يتحسن فيها الأيام اللي جاية، يعني ممكن كمان أيام قليلة جاية بالنسبة لك، مش كتير يعني أسابيع مثلا، ممكن نقول كده الأسابيع اللي جاية الوضع يتحسن فيها، الحبيب أو الشريك اللي معاك هيراضيك ويخليك مبسوط وكمان هيحاول يفرحك بشيء أنت منتظره منه. طيب ده كلام جميل، فأنت دلوقتي عايزك تكون مبسوط وسعيد علشان أنت المشاكل اللي أنت موجود فيها أو المشاكل اللي بتعوق العلاقة دي كل ده هيزال الفترة اللي جاية وأنت هتكون مبسوط وسعيد يا برج الجدي. طيب ده كلام جميل، ألف مبروك للجميع. طيب خلينا نحكي على الناس اللي جاي لها ناس جديدة في الطريق. طيب الشخص اللي جاي في طريقك شخص حلو جدا زيك يا برج الجدي، بيحكي حلو زيك، بيرتب وبينظم وكل شيء عنده مدروس زيك، شخص روحاني برضه زيك، عشان انت طبعا يعني برج الجدي روحانيات عنده عالية جدا، برضه الشخص دوت روحاني زيك، انت هتكون مبسوط وفرحان بيه لانه هو شبهك في كل شيء، وانت هتكون فرحان جدا 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 انك اتقابلت بالشخص ده وفي بينكو فرحة واحتفالات على طول بالنسبة للناس اللي انا بحكي عليها دي دلوقتي. انت اصلا المفروض وانت بتسمعني كده دلوقتي انك تكون مبسوط وسعيد عشان انت بالنسبة لك 2020 سنة الحظوظ بالنسبة لك، والوفرة والخير والرزق بإذن واحد أحد في كل شيء، ارتباط، زواج، أموال. لكن أنا حكيت معاك في قراءة 2020 إن أنت لازم يا برج الجدي ما يكونش عندك التشاؤم اللي بيكون موجود عند بعضكم يا برج الجدي، لازم تلغي قصة التشاؤم دي عشان تبدأ تستقبل كل الكلام الحلو ده ويكون معاك الحظ الفترة دي أو على مدار 2020، لأن أنت طبعا عندك كوكب الحظ السنة دي، فأنت تقدر تستفاد من الحظ اللي موجود وجاي لك لحد عندك. ده الكلام المظبوط اللي أنا المفروض أحكيه لك، وأنا كل قراءة أحكي معاك في الكلام ده عشان يكون تذكير ليك وتتذكر إن أنت عندك وقت مناسب لكل شيء، لكن إزاي أنا أستغل الوقت ده؟ هنا الكلام. طيب لبعض منكم شايفة دلوقتي في موضوع بالنسبة لك او في قصة، انت يا برج الجدي مش الشخص اللي انت بتحبه او الشخص اللي انت منتظره او شيء، انت دلوقتي او شيء تاني يعني اقصد كده، انت دلوقتي في الوقت الحالي في علاقة، ممكن العلاقة دي علاقة قديمة اقول عليها كده علاقة من الماضي عشان هي تمشي كده. طيب وضعها ايه بالنسبة لك؟ او ممكن دي علاقة جديدة وانت اتقابلت بها بالصدفة برضو، تمشي برضو تمشي كده وتمشي كده، لكن لو هنا انا همشيها على دي علاقة من الماضي. بص طبعا انت انا حكيت لك وانت بتسمع انت هتاخد بالك ايه اللي حاصل معاك بالظبط، ودي فعلا لسه انت مقابل العلاقة دي بالصدفة ولا انت اصلا العلاقة دي كنت فيها وما زلت فيها لكن فيها طلوع ونزول كتير. طيب خلينا نحكي عنها عشان انت تعرف تفاصيل اكتر. طيب بص ممكن هنا السبب
الأساسي في العلاقة اللي يعني أنا مش عايزة أقول اللي هو عامل فيها بعد أو مخليك مش عارف إن أنت تاخد الخطوة الكبيرة اللي تفرحك وتخليك تحتفل أنت والشخص اللي أنت بتحبه. ممكن هنا أنا شايفة هنا إن أنت يعني طبعا الكلام اللي أنا هحكيه ده يا جماعة مش هيكون ماشي مع كل الناس، بس هنا الموضوع اللي مصعبه عليك المسافات الاجتماعية بينك وبين الشخص ده يا برج الجدي. في هنا يعني في فرق في المستوى الاجتماعي بينك وبين الشخص ده، ممكن يكون أي فرق تاني بس أنا بحكي لك اللي طالع معايا. فأنت بتفكر في حلول كتير وبتفكر إزاي تواجه إن أنت مثلا تقنع الناس اللي حواليك أو تقنع ناسك أهلك يعني إزاي إن هم يوافقوا على الطرف اللي أنت عايزه أو عايز ترتبط بيه. طيب الوضع إيه طيب بالنسبة لك هنا هيمشي إزاي؟ بص أنا شايفة بإذن واحد أحد في احتفالات الفترة اللي جاية بالنسبة لك، وشايفة إن أنت الحلول اللي أنت دلوقتي حاطط عليها إيدك هتوديك لمكان كويس الفترة اللي جاية برضو. فانت ممكن تستمر على كده لو انت بتسمعني طبعا وانت اصلا باذل مجهود فعلا مع الاهل وبتتكلم كتير علشان خاطر الحبيب او الشريك ده يكون معاك، وبتحاول تقرب المسافات بين الحبيب ده او الشريك ده والاهل. فانت امشي على كده او استمر على كده علشان انت هتوصل لحاجة كويسة بعدين، او يعني هنا في مثلا معاك شهرين او شيء عشان انت تقدر توصل لهدفك او توصل لتحقيق الشيء اللي انت بتسعى عليه في الوقت الحالي. طبعا هنا انا عذراك انت يا برج الجد، لان انت هنا بالنسبة لي انا شايفة ان انت بتدور على حلول باذل مجهود، لكن الاختلاف واضح ان هو يعني يثبت اي حد في مكانه. لكن طبعا انت بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، مفيش حاجة بتوقفك، عندك حلول لحاجات كتير وبتعرف تفكر. فانت استمر على كده لان انا شايفة ان انت بعدين انت هتوصل للحل اللي هيسعدك او هتقدر توصل الناس اللي معاك للحلول اللي انت عايزها توصل لهم. انت اللي هتعمل كده. طيب هنا في احتفال قدام بس مش دلوقتي عشان انا ما اقدرش اديك ميعاد. انت عارف اذا اديتك ميعاد وقلت لك يوم كذا او الاسبوع كذا او الشهر كذا انت عارف ان انا باذن واحد احد اقول لك الميعاد على المظبوط، لكن هنا لسه في شويه وقت، شهرين كده ولا حاجه. طيب انت بالنسبة لك طبعا لو انت قدرت قبل كده وموضوعك قدرت تحل قبل كده قبل الشهرين طبعا يعني خير وبركة. طيب خلينا نحكي. بص انت هنا مشكلتك ان انت مثلا يعني عندك خوات مثلا او عندك حد من عيلة واضح ان هو يعني بيتدلع عليك كتير او عارف ان انت ما بتقدرش تزعله، فعشان كده هو بيحكي كتير قوي، يعني بيحكي كتير يعني مثلا لا ده مش الانسان ده، او يعني بيحكي معاك على الشخص اللي انت عايزه، لا ده الانسان ده مش تمام، ده مثلا مش عارف ايه، ده رافضين، احنا رافضين اصلا يعني عارف، لا ده مش مستوانا مثلا، يعني كل الكلام ده. يعني بص انا بحاول ان انا اقول علشان الناس اللي داخله تسمع لك يا برج الجدي ما تزعلش طبعا ومش نأذي مشاعر حد، فانا لازم ان يعني انت اعذرني وانا بحاول اختار معاك الكلام، لان طبعا القراءه انا فتحاها دلوقتي في الوقت اللي انا بتكلم فيه ده ومش محضره لها في السابق، انا بحكي معاك بطريقه مباشره، فاهم؟ واخد بالك عليا انا اقصد ايه؟ يعني الكلام اللي انا بحكيه ده دلوقتي بحكيه معاك من خلال القراءه في الوقت الحالي، لا انا مجهزه ولا انا مرتبه ولا شيء انا كمان.
فانت دلوقتي اول ما فتحت انا بحكي معاك دلوقتي على اللي انا فاتحه عليه، فانت لازم تبقى واخد بالك عليا، علشان انا مش بحب ازعل حد، لان انت ناس كتير داخله دلوقتي عشان تطمن عليك وتسمع لك، فما ينفعش ان احنا نأذي مشاعر حد، بالذات لو هنا الاختلاف في مستوى اجتماعي او مستوى ثقافي، او حتى لو انتوا في بينكوا اختلاف اكبر من كده زي اختلافات الاديان مثلا. فانت هنا بالنسبة لي شايفة ان في حلول، بس الحلول قدام وانت هتكون مبسوط، لكن انت حاول ان انت يا برج الجد حاول ان انت ما تديش ودنك للناس اللي بتأثر عليك، عشان تقدر تمسك الحلول اللي انا شايفاك انت عندك اكتر من حل في ايدك في الوقت الحالي، عشان توصل لهدفك او توصل للشخص اللي انت عايز يكون معاك. طيب ده كلام جميل، قراءة حلوة ممتعة يا برج الجد، اتمنى لك كل الخير اللي انا حكيته فيها يكون ماشي معاك على المظبوط الحلو بس. طبعا بشكرك جدا يا برج الجدي، شكرا للمتابعة.